صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح النسمة الحلوة. تستقبلوا هاي الطاقة الجميلة. عادة شنو أكثر أسئلة تدور في داخلنا؟ ما هي رسالتي بالحياة؟ كيف أرتقي بالوعي؟ كيف أصل للتنوير؟ هاي الأسئلة الجوهرية اللي دائما تدور في داخلنا، ويمكن ما نلقي لها إجابة. ليش؟ لأنه احنا دا نحاول نبحث عن إجابة من العقل، وما راح نلقيها بالعقل، لأنه هذه الإجابات تجي من الروح على شكل إحساس. فأني أحتاج أنه أسكت العقل وأستقبل، لأنه هي مو معادلة راح أقعد أحلها وأقول yes this is my life purpose، وجدت رسالتي، أو بهذه الطريقة أو بهاي التمارين راح أقدر أرتقي وأوصل إلى التنوير. No. لا تنسون بأنه هذه النسخة البشرية اللي محدودة بالعقل والمنطق والزمان والمكان والجاذبية، هي ليست كل ما أنت، هي الجزء المسؤول عن التجربة. كل ما أنت شيء أكبر بكثير، ماضيك، مستقبلك، احتمالاتك، طاقتك، روحك، هذه كل ما أنت. فنسختك البشرية المحدودة مسؤولة عن شنو؟ هي ليست مسؤولة حتى عن التنوير، هي مسؤولة فقط عن الإكسبيرينس، عن التجربة، تجربة الروح بهذا البعد. Stop trying to do enlightenment، وإنما allow all of who you are. يعني بدل ما تجرب أو تحاول بطرق معينة من العقل أو غيرها بأنه أنت توصل للتنوير، فقط كن منفتح لكل ما أنت. استقبل روحك، استقبل حقيقتك. بهاي الطريقة راح تقدر تتنور وترتقي، وعلى أساسها حياتك تتغير، تصير في سلام، تصير في حالة تناغم مع كل شيء موجود في حياتك، لأنه بالنهاية هذه طاقتك تستجيب لوعيك، لروحك. فخلونا نلغي المحاولات بأنه أنا شلون أقدر أوصل لفلان شيء، أو شلون ممكن أرتقي، شلون أجي رسالتي. إلغوا كل هاي المحاولات. كل اللي مطلوب من عنا تعرفون شنو؟ choice، awareness، allowing. يعني كل اللي مطلوب من عندك كإنسان هو أنه تختار بوعي ما تريد، تكون واعي بالتغييرات اللي حتصير استجابة لاختيارك، والسماح إلها بأن تكون. لأنه إحنا إذا ما اختارينا بوعي، يعني مثلا ما قلت أنا أختار التنوير، على أساسها راح تصير اختيارات لا واعية وعشوائية، وممكن أنجرف باختيارات الآخرين. فهذه النقطة الأولى، الاختيار الواعي. النقطة الثانية بأنه أكون واعية، أكون حاضرة بوعي، على أساسها تستجيب الطاقة لحضوري لروحي. لأنه ممكن استجابة الطاقة ما تكون حسب توقعات عقلي. يعني مثلا أنا لما اختاريت التنوير، أنا حاطة توقعات معينة، تنوير يعني كذا، يعني هيك راح يصير حياتي، فجأة راح تصير أحلى، يعني كل شيء راح يصير سهل. مو بالضرورة، لأنه divine algorithm is different than the human algorithm. الخوارزمية مختلفة بين نسختك المتنورة ونسختك البشرية، فمو بالضرورة تكون حسب توقعاتك. لهذا نحتاج إلى النقطة الثالثة، وهي السماح أو allowing. allowing للتغيير، الانفتاح لكل ما أنت. أكو ناس أيضا فاهمة السماح أو allowing بشكل غلط، إنه هو أقبل بالوضع الحالي وأتمسك بالقديم. هذا مو سماح، هذا عناد وتمسك. تمسك بالأشياء من الماضي
هي بالحقيقة ده تخليني منغلق وغير منفتح لاستقبال الجديد اللي راح يكون استجابة لاختياري. فهذا الانغلاق والرفض وعدم السماح وعدم الاختيارات الواعية وعدم الحضور والوعي باللحظة هي اللي ده تخلينا احنا مشتتين، وبالتالي مدى نوصل إلى الارتقاء والتنوير والحياة الحلوة اللي احنا نحلم بها، لأنه مشتتين نفسنا، لأنه ضايعين، لأنه ما واضحة الصورة، ما عندنا كلاريتي، وضوح منو احنا وشنو نريد. كلاريتي، وضوح. إذا كنت في هذه المرحلة ابتدوا بهذا السؤال: من أنا وماذا أريد؟ لما تحسون الإجابة ساعتها راح تختارون، ولما تختارون بوعي راح تستجيب الطاقة وراح تصير تغييرات في حياتكم وفي داخلكم. ما أقاومها وأتمسك بالقديم، وإنما أكون منفتحة لاستقبال الجديد، أكون في حالة سماح لاستقبال كل ما أنا. ساعتها راح أرتقي وراح أوصل للتنوير، وراح تبتدي حياتي تتغير، مو بالضرورة حسب توقعاتي. ممكن راح أخسر أشياء أو أشخاص، لكن وجودهم ما يخدم رسالتي ولا تنويري. ولهذا نأتي إلى السماح، allowing، نسمح للأشياء اللي راح تتساقط من حياتنا بأن تتساقط، نسمح للي يريدون يرحلون بالرحيل، لأنه هذه استجابة الطاقة لاختياري الواعي. بدل ما أقاومها وأتمسك بالقديم راح أكون منفتحة وأسمح للتغييرات بالحدوث، وبالتالي باستقبالي لإيحاءات روحي، لأنه هي تعرف بالضبط شنو هو اللي يخدمني في رسالتي وفي تنويري. فقط أكون في حالة انفتاح وسماح لكل ما أنا. فباختصار، كل اللي علينا نسويه كإنسان، كنسخة بشرية، بأنه نختار بوعي، نكون واعين وحاضرين، ونسمح للتغيير نستقبل.